بدأت يا قلب الوحش. مساء الفل على احلى وجدع جروب في الدنيا. جروب ابدا وحش جمع الناس. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. قلنا هوب رجعنا ليكم فرع شبرا فرع الملابس ده وحش. ايه بكره الخميس تصفيات الشتوي وعروض الصيفي دمار شامل يا وحش. شغال الله يبارك لك يا خالو. جمع كده الناس عشان طالعين احنا ربع ساعه بالظبط هندمر الدنيا يا وحش. قلنا هنجيب على وطيع يا عم مينا. شغال شغال يا وحش. ابدا وحش جمع الناس قول له هوب رجعنا ليكوا فوكوا هندسه في فرع الملابس والاطفال والملابس هيوريكوا. شغال جمع الناس كلها عشان جايب لك فعلا في اللايف ده مشاركات. قول للناس تعمل معانا كومنتات ولايكات ومشاركات عشان الكل كسبان. ما كسبناش حد في لايف الا نجري هنعوضها في اللايف ده. شغال الله يبارك لك. هنعوضها في اللايف ده هنكسب الناس كلها الضعف بالضعف. الله يبارك لك. هنسمعك النهارده اسعار تصفيات في الشتاء وهنسمعك اسعار في الصيف بتاع الاطفال والحريمي. الله يبارك لك. قلنا احنا هنجيب علاوه وطيه يا عم لبيب. قلنا تصفيات الشتاء عندنا ايه ومحدش زينا ومحدش قدنا يا وحش. شغال قال لك بكره الخميس فرع شبرا ب 75 جنيه. ب 75 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. شغال قلنا عرض ال 75 في فرع شبرا مصر. الله يبارك لك. الله يبارك لك. شغال يا وحش. شغال قلنا كل لاعب ومشاركات وحش من على صفحه شبرا هيكسب معانا في اللايف ده وحكايتنا حكايه. قلنا ب 155 جنيه يا وحش. ب 75 جنيه. ب 75 وبس يا وحش. بتجهز تلحق يا وحش. ب 75 وبس يا وحش. الله يبارك لك. انا جايب لك تصفيات الزبون المصري هينزل بكره بدري الخميس عشان يستفاد يا وحش ايه من كل العروض. الله يبارك لك. عدل على الجهاز عشان الناس. بص كده يا وحش قلنا ب 75 وبس الشغل الفرو ده يا حبيبي. 75 جنيه الشغل الفرو. 85 جنيه والقطيفه متبطن جوه وبره. بقول لك ب 75 قلنا هنصفي ومين في صف يا وحش. جوه يا وحش ب 75 ب 75 جنيه. شغال يلا وحش. قلنا الوحش هيك ايه هيدمر والوحش التاني هيكسب يا حبيبي. شغال التونيك برضه ب 75 جنيه. قلنا التونيك ب 75. الله يبارك لك. قلنا بكره وبعده وبكره وبعده واللي عدى بينفوا بعض. شغال شغال. اصحى سمعنا بسرعه. اصحى صح الناس كوكا لسه وحش جاب لك عليها وطيها في الاسعار وعمر البيوت كلها. الناس كلها تعمل مشاركات وكومنتات ولايكات عشان الكل كسبان معانا في اللايف. الله يبارك لك. قال لك التونيك برده ب 75 جنيه في فرع شبرا. شغال يا قلب الوحش. 75 جنيه في فرع شبرا ب 75. الله يبارك لك. حكايتك حكايه يا كوكا. قلنا حكايتك حكايه. الله يبارك لك. شغال بص كده وحش. ابدا بس الناس كلها تتجمع معانا. قلنا هنجيب على وطيه 35 جنيه برده ب 75. قلنا الكاش اللي زيه ما جاش. زيه ما جاش. شغال 35 جنيه خالص. شغال اللي بعده. شغال يا وحش. بص كده وحش الحلويات. بص كده الملتون يا وحش والشغل العالي ابو 165 جنيه برده ب 75 يا عم. يبقى انا كده بقول لك كوكو ايه. بقول لك طوبه على طوبه وكوكو هندسه سهل الخطوبه يا وحش. شغال الله يبارك لك. الله يبارك لك. شغال قلنا الدمار الشامل عندنا في فرع شبرا. قلنا هنجيب عليها وطيه خميس وجمعه. قال لك ب 75 ب 75 جنيه في فرع الملابس. 75 جنيه يا وحش. شغال الريتم سيكا شويه. قلنا هنعلى بالريتم سيكا يا وحش. قال لك بص كده قرب كده وحش. مصنع روما ايه شك يا حبيبي. شغال كان بكام؟ ب 180 جنيه. سمعك سعر بس دلوقتي. هنقول بكام يا عم مينا؟ نقول ب 100. قلنا ب 100 جنيه يا وحش. انا مش هكسبها ب 100. ب 100 قلنا ب 100 جنيه يا وحش. قلنا ب 100 مش بالتانية. كل اللي تابع اللايف لحد الاخر عشان لسه الاطفال جاي لك. قلنا ب 100 مش بالتانية. الاطفال جاي لك منه كل الالوان. ب 100 مش بالتانية. بص كده يا وحش ب 100 جنيه. بص كده يا حلوان ب 100. بص كده الترنج بيتكلم عن نفسه. قلنا هنصفي ومين في صفي؟ قلنا رزق العرايس اللي بتتجهز. رزق الناس اللي لسه ما جابتش شتوى يا عم يوسف. شغال شغال. قلنا ب 100 جنيه السوبر. ب 100 ب 100 ب 100 ب 100. قلنا ب 100 ب 100 وبس. ب 100 وبس يا حبيبي. حبيبي اصحى. قلنا كل الواناتها موجوده ب 100 وبس. قلنا يا وحش ايه برعايه الخلق 100 جنيه. قلنا ب 100 جنيه يا وحش. قلنا العروض يا جماعه تتميز بيها فرع شبرا موجوده في فرع شبرا حاليا. شبرا فقط يا وحش. الشغل ده موجود في فرع شغال. شبرا شغال. انا عايز اقول لك اللي انا بعرضها موجوده في فرع شبرا فقط. حلاوه الترنج انا بعرض لك كل الوانات يا عم يوسف. شغال شغال. بص كده وحش التصفيات. قلنا الموديل بالوانه دي وحش ما يعتبرش تصفيات يا وحش. انا بقول لك جايب لك الموديل بالوانه بمقاساته. الناس برضه تنتظر عروض الصيف. الاطفال الاطفال الاطفال
وصفقة. الله يبارك لك. البراغ ده بيقول لك طريقة لك اجيب لك عليها وطيها. شغال ب 100 جنيه. ب 100. ب 100 جنيه. ب 100. حبيبي. ب 100 مش بالتانية. قال لك الثلاث شدع ب 225 جنيه بكرة الخميس فقط ب 100 جنيه. ب 100. شغال ب 100. بص كده التيشيرت بتاعه. ب 100 يا وحش مش بالتانية. بص كده التيشيرت. ب 100 مش بالتانية. ده عايز اقول لك ده موديل 2030 يا وحش. اول حد معانا. يبقى قلنا الوحش هيكسر دلوقتي اهو. عامل مشاركة. طن طن طن. الكام بالمشاركة دوحة يا ترى عاملة مشاركة على صفحته ولا لا؟ عاملة مشاركة على صفحته. يبقى ألف مبروك تكسب معانا على طول. مبروك تكسب معانا. الله يبارك لك. الأستاذة دوحة زهر. إيه ده؟ مبروك. زهرة في البستان يا وحش. هي مسميها ماسنجر حاجة ومسميها الفيسبوك حاجة. شغالة وحش. إيه؟ مبروك تكسب معانا. الله يبارك لك. مبروك تكسب معانا. مبروك. شغال. مبروك 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 يا وحش. شغال. قول كل اللي هيجيله مبروك يبقى كسب معانا يا وحش. وحش اللي يكسب معانا يكسب معانا ترنج هديه. الله يبارك لك يا عم لبيب. قلنا الراجل ده هيكسب الدنيا كلها. قلنا كل هدية. كسبان معانا. كل اللي هيكسب معانا وحش هيكسب معانا ترنج هديه من فرع الشبرا. ملحوظه يا جماعه الراجل ده بيكسب من صفحه كوكو شبرا. بكسب من صفحه كوكو شبرا والناس بتتفرج من الصفحه الرئيسيه. الكومنت عندكم مثبت لينك اللايف على طول. شغال. وري الناس وحش بقى الموديلات. يلا وحش. قلنا الثلاث كده يا عم يوسف. قلنا بكام برضو ب 100 جنيه. فرع الشبرا وفرع الملابس يا وحش. شغال يا عم مينا شغال. قلنا ب 100 ب 100 ب 100 ب 100 ب 100 يا وحش. شغال. شغال. انتظروا لايف المنزل الساعة 10. ده دمار شامل ده يا عم لبيب. قلنا الشغل الجديد كله. ب 145 جنيه. ب 145 جنيه يا وحش. ب 145. شغال. هيدمر الدنيا يا عم لبيب. حلوات بس ورد يا وحش. شغال. شغال. قلنا احنا هنجيب عليها وطيها يا وحش. في الاسعار يا وحش. شغال معاك للصبح. قال هو الكلام هو طمار الشمال في الاسعار. بص كده ده بص بقى الشغل العالي عامل ازاي. ده حكايته حكايه وحشه. قلنا بكام يا قلب الوحش؟ ب 135 جنيه. بتشتري بطانيه ب 135 جنيه يا عم. الله يبارك لك نغطي على بعض كده. شغال. قلنا شغل باسورد يا وحش بحلاوه باسورد. قلنا بص البطانيه يا وحش متبطن يا وحش. بص كده بص كده البطانيه شغل فاخر من الاخر يا وحش. الله يبارك لك. قلنا شغل باسورد يا جماعه غني عن التعريف. الناس كلها عارفه بخام الباسورد. شغل باسورد. اما اقول لك الثلاث قطع اقول لك بكام. قطع وحش بكام؟ ب 135 جنيه. ب 135. شغال. ب 135 جنيه بكره الخميس في فرع شبرا وحش. تصفيات الشتوي. الله يبارك لك. بقول لك الترنج الثلاث قطع باسورد ب 135 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. انا طالع بس اعرض لك كام موديل الصيفي كده. مش هقول لك سعر يا وحش. السعر مفاجاه داخل الفرع. السعر مفاجأة داخل الفرع. الله 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 الله. قلنا الصيف وصل عندنا. قلنا الصيف وصل في فرع شبرا. قلنا فرشنا الفرشة الصيفي اللي هيجي يستفاد واللي مش هيجي هيندم. شغال. انا عايز اقول لك لو عروسة بتتجهز وحش تلحق يا وحش ايه؟ الصيف اتفرش في فرع شبرا عم يوسف. شغال. قلنا السلوبيتات وحكايتك حكاية. قلنا عند جوجا ديس احلم واحنا نحقق لك الحلم يا وحش. ناس كتير لك بتقول لك فين الصيفي؟ عايزين صيفي؟ جبنا لكم الصيفي في فرع شبرا يا وحش. شغال. ترنجات الخمسة اكس بتاعت باسورد عم يوسف باسعار دمار شامل بكره الخميس في فرع شبرا وحش. قلنا يا وحش العنوان. بص المسعد ايه؟ الله يبارك لك. العنوان شبرا مصر 31 شارع مساره امام صيدليه مساره بجوار موقف اتوبيس مساره يا وحش. شغال 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 للصبح يا حبيبي. الله يبارك لك. قلنا شغالين من الساعه 11 صباحا لحد الساعه 9 مساء. قلنا اللي هيجي يستفاد واللي مش هيجي هيندم يا قلب الوحش. شغال. قلنا وحش ايه؟ الصيف يا وحش وصل. كل سنه وانتم طيبين. قلنا وحش دمار شامل بكره الخميس في فرع شبرا وحش. الراجل ده طالع بمصداقيه بيقول لك بصف الشتوي وبدات الصيفي ب 170 جنيه. الله يبارك لك. قلنا ثلاث كده ب 170 جنيه يا وحش الصيفي. شغال. بص كده الحلويات. بص كده الشغل يا عم يوسف. لبيب منبهر يا وحش. شغال. شغال. الله يبارك لك يا وحش. شغل قطن يا جماعه. شغل قطن للصيف. مليون في المية. قطن الصيف يا وحش. شغال. بص كده الموديلات الصيفيه. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ترنج صيف يا وحش بكره فرع شبرا ب 50 جنيه. ترنج صيفي. يبقى الصيف يبدا ب 50 جنيه. شبرا ب 50 جنيه. انا مش هعرضه في اللايف وحش. الناس اللي هتنورنا وتيجي بكره الفرع يا وحش. يبقى الصيف هيبدا ب 50 جنيه في فرع شبرا. بص كده الحلويات يا وحش. بص كده وحش قلت لك الخروج. قال لك حكايتك حكايه في فرع شبرا يا وحش. قلنا حكايتك حكايه. شغال. شغال.
افرض يا وحش كله على الطبيعه. قلنا كل الشغل على الطبيعه بالوانه موجوده بموديلاته موجوده. قلنا وحش البيت سايز عندنا ايه ومحدش زينا يا وحش شغال. الله يبارك لك. باسورد وحلويات باسورد يا وحش. بص الشغل عامل ازاي. بص كده وحش ايه شغل القطن يا وحش. الحلويات كلها وحش ايه غسيل ولبس يا وحش. شغال شغال. بص كده الحلويات يا عم يوسف. حتى ده اللي بعده بس كده وحش. الموديل ده اللي شبشب. الله يبارك لك. جمع الناس عشان في وحش. بكره ده الثلاث قطع بكام؟ ب 170 جنيه. بكام؟ ب 170 جنيه. ب 170 وبس. قطع بالشبشب وحش. اربع قطع. اربع قطع وحش. شغال. افرد يا وحش افرد افرد يا وحش. ب 170 جنيه. اساسات وكل الوانات متاحه. شغال. قال لك الضمان لناس كوكا هندسه اساس 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 يا وحش. ورق الملابس يا وحش عملنا لك يا وحش ايه؟ ده اللي من غير سيستم. شغال. شغال. واللي من غير سيستم يا وحش البيك سايز شغال. كل الموديلات موجوده يا عم مينا. الله يبارك لك يا وحش. قلنا احنا قلنا احنا جايبين يا وحش الموديلات كلها يا وحش. ورق الشبرا يا وحش. قلنا الصيفي موجود والشتوي بالصف يا وحش. شغال. برضه انا مش عايز احرق لك برضه عينات الصيف يا وحش. الناس اللي هتنورنا بكره هتشوف كل حاجه على الطبيعه. طب انا بقول لك حاسب 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 الاطفال يا وحش. شغال. وراهم حاسب يا قلب الوحش. الناس كلها تعمل مشاركات دلوقتي وكومنتات عشان الكل كسبان معانا. مشاركات كومنتات لايكات لللايف. بديلك الصيفي بدمار شامل يا وحش. الترنج ده لو هتشتريه من بره مش هتشتريه من اقل من 200 جنيه يا عم يوسف. شغال. شغال. انا هعرض لك بس كام موديل يا وحش واقول لك سعرهم كام. بكام يا قلب الوحش؟ بص كده الصيفي. بص كده الصيفي يا وحش. بص بقى شغل الصيفي. اطفال احباب الله قلنا عملنا قسم الاطفال مع الحريم يا وحش. شغال. شغال. قلنا الاطفال يا وحش الصيفي بكام؟ بكام يا وحش؟ بكام؟ لا انا عايز بس اعرض لك كده يا وحش الموديلات الاول. بص اعرض لك كده ايه يا وحش؟ بص كده الحلويات. بص كده الشغل يا عم يوسف. مبروك. بص كده يا حبيبي لا انت وحش اللي في ايه اللي بتكسب بتيجي تستلم الهدايا انا اهو. شغال. شغال. المليون في المية العطان المليون في المية يا عم يوسف. الله يبارك لك. قلنا الشغل كله موجود بالوانه وحش. شغال 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 شغال. قلنا بكره في فرع الشبرا ب 75 جنيه. 75 جنيه. ب 75 جنيه. شغال. واحده واحده. قلنا حكايتك حكايه. قلنا حكايتك حكايه وحش. زمان موجوده دلوقتي تيجي تستفاد. يا ريت الناس كلها تيجي تستفاد برضه. عروض النهارده وبكره وبعد واللي وعدنا وينفوا بعض. يا ريت الناس كلها تيجي قبل نفاذ الكميات. شغال. بكره تستفاد من كل العروض. الله يبارك لك. شغال شغال. الله يبارك لك. بكم؟ حبيبي اصحاب كم يا وحش؟ قال لك ب 75 جنيه يا وحش. ب 75 جنيه الاطفالي. هو هو الدبار الشامل هو هو كوكو زي ما هو. الله يبارك لك. شغال. شغال. مليون في المية ب 75 جنيه. شغال شغال شغال. شغال يا وحش شغال. قلنا وحش قلنا خصومات وحش الناس قلنا يا حبيب قلبي الشغل كله موجود. قلنا الناس كلها تيجي تستفاد دلوقتي يا حبيب قلبي. ركز معايا يا وحش. شغال يا حبيبي شغال. قول هو هو الدبار الشامل. هو هو كوكو انت لسه زي ما هو. شغال. وري الناس. يلا يا وحش يلا يا وحش. يلا يا حبيبي. قلنا يا حبيب قلب الشغل عند كوكا هندسه ب 75 جنيه. ب 75 جنيه. 75 يا وحش. 75 جنيه. ب 75 وبس. يا وري كوكا هندسه بيقول لك اسعار ببلاش. قول لك كميات يا وحش. قلنا الشغل كله ما شغال 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 الصبح يا حبيبي. ماشي كمل. بتحلق المروحه يا وحش. عرف بس الناس دي ايه؟ معاك مقاسات. وري الناس وري الناس. 4 6 8 10 معاك لحد وحش المحير. شغال يا حبيبي. وحط لك الاسعار ب 75 جنيه اي ترنج اطفال. اول مره اشوف انوار يا وحش. شغال شغال. قلنا احنا في الصيف يا وحش. خلاص الصيف. في الصيف يا وحش. وش يا وحش. احنا ماشيين يا وحش ايه؟ لما جه الصيف يا رق. بص كده برد اهو. بص كده الترنجات يا وحش. قلنا وحش ده الخروج ب 75 جنيه. بكره ب 75 جنيه شغل الاطفال. بكره وحش ايه؟
الناس كلها تيجي وتستفاد. شغل الاطفال ب 75 جنيه. ب 75 موديلات كتير والوان كتير اشكال كتير. قلنا من اول مقاس 2 لغايه ايه الوحش؟ لحد ال 16 وحش. ايه ال 16؟ انا هكسب مين؟ الله يبارك لك. مين تاني كسبان معانا في اللايف ده وحش؟ مين؟ اللي بيعمل كومنتات ومشاركات وايه؟ ولايكات ومنشن لاصدقائي وحش بيكسب معانا. بنكسب يا جماعه من صفحه بنكسب وحش من صفحه ايه؟ من صفحه كوكو شبرا وحش. هوريك برضو اللينك يا جماعه. الناس اللي على صفحه شبرا خلاص خليكوا زي ما انتوا. انا بتكلم بقى الناس اللي بتتفرج علينا من الصفحه الرئيسيه عشان احنا كل يوم بنعمل لايفات وبنعمل عروض. بص يا وحش اهو الكومنت المثبت يا جماعه اهو يعمل مشاركات من على صفحه شبرا هيدخلها على طول اللايف يا باشا من صفحه شبرا ايه؟ صفحه شبرا ايه؟ هتتفرج على اللايف من صفحه شبرا هتعمل مشاركات هتعمل كومنتات ايه؟ هتكسب معانا في اللايف يا وحش هتكسب معانا في اللايف يا وحش ايه؟ من على صفحه شبرا الله يبارك لك شغال قلنا برده ده يا وحش بكام؟ ب 100 جنيه ده خبرتين يا وحش خبرتين ب 100 جنيه يا وحش شغال الله يبارك يبقى لك اسعار ببلاش عندنا ومحدش زينا شغال يا عم الايم شغال يبقى انا عامل لك ثلاث عروض في الاطفال بديها لك عرض 75 جنيه وعرض ال 100 جنيه الجبردين وعرض اي حاجه من جي ام من مقاس 2 لحد 16 ب 115 جنيه يا وحش شغال لما نقول جي ام وحش تعظيم سلام المصنع جي ام قطن مليون في الميه الخامات كلها بالضمان الزبون ياخد الحاجه يغسلها لو حصلت فيها حاجه يجي يرجعها يا عم يوسف شغال 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 قال لك القطن بيتكلم مصر يا وحش بكام ب 115 ب 115 شغل جي ام يا وحش قلنا ب 115 ب 115 جنيه بص كده الحلويات شغل ضمان فوق الضمان انا عايز اقول لك بس ضمان فوق الضمان بتقول لك انا قطن يا وحش بص كده يا وحش وانا عايز الزبون بيتكلم مصر وحش شغال غسيله لبسه وحش الطباعه بتاعتها ما بتقشرش لما بتتغسل يا عم يوسف غسلتها في غساله غسلتها في اي حاجه ما بتقشرش يا عم يوسف شغال شغال قلنا المحير بكام ب 115 جنيه ب 115 جنيه عامل لك ثلاث عروض في الاطفال عرض ال 75 جنيه عرض ال 100 جنيه عرض اي حاجه من مصنع جي ام يا يوسف ب 115 جنيه معاك مقاسات من 2 قلنا مصنع جي ام كله وحش اي ترنج من مصنع جي ام اطفال صيفي ب 115 ب 115 يا وحش قلنا الاولادي موجود والبناتي موجود يا وحش بص كده ده يا وحش بص كده الحلويات بص كده الشغل يا عم يوسف بص كده المحاير يا وحش بص وحش الشغل عامل ازاي الله يبارك لك قلنا بكام ده البرمودا يا وحش قلنا بكام يا وحش ب 115 جنيه ب 115 جنيه لسه داخل اللايف دلوقتي تجيب اللايف من الاول عاملين عروض حريم التصفيات شتوي ترنجات ب 75 جنيه يا وحش شغال وترنجات ب 100 جنيه قلنا دي التصفيات خميس وجمعه في فرع شبرا عنواننا شبرا مصر 31 شارع مسره امام صيدليه مسره بجوار موقف اتوبيس مسره الناس يا وحش تنضم لصفحه شبرا كوكو هندسه فرع شبرا دي اللي هيتعمل عليها اللايفات عشان الناس تستفاد يا وحش ايه من كل العروض يا عم يوسف شغال يا عم مينا شغال اقوى لايف منزلي انتظروا اقوى لايف منزلي الساعه 10 مساء اقوى لايف منزلي الساعه 10 اقوى لايف منزلي الساعه 10 شغال اقوى لايف منزلي الساعه 10 الله يبارك لك احلى جروب في الدنيا جروب كوكو هنشوفكم في لايف جديد